للحديث عن استمرار الصراع على تشكيل الحكومة في ظل خلافات التيار الصدري والإطار التنسيقي، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان. أهلا بك سيد حسين. يعني بحسب وكالة فرانس بريس، فإن ما وصفته بالهوة داخل ما يسمى البيت الشيعي تتسع بشدة بسبب تسمية رئيس الحكومة والخلاف على هذا الأمر. في ظل هذا الخلاف، هل تتوقع تشكيل حكومة بوقت قريب؟ يعني أعتقد أنه هذا الخلاف كما الخلاف السابق على نتائج الانتخابات سيجد توليفة للحل. لا أعتقد أنه أي من الأطراف سيذهب إلى الصدام، لا هنا لا في التيار الصدري ولا حتى في الإطار التنسيقي، لأنه في الأخير هم يدركوا أن الكل خاسر وأن هناك جهة ضابطة مايسترو، يعني تستطيع أن تلجم سواء الصدريين أو تلجم الإطار التنسيقي من الذهاب باتجاه التهور والمواجهات. سيتشهد الجلسات والمناقشات والاجتماعات، سلسلة من المناكفات وسلسلة من التشنجات. أعتقد يعني من الصعب أن تصل إلى صدامات في الشارع. سيد حسين، أنت تعلم أن العراق عاش تجربة مشابهة وقت أن رفض المالكي تسليم السلطة للعبادي. السؤال هنا، هل ترى أننا أمام حالة مشابهة تعلق فيها السلطة في ظل الخلافات القائمة بين تيار الصدر والإطار التنسيقي الذي يقوده المالكي هذه المرة؟ هل يمكن أن تقع مثل هذه الخلافات؟ لا أعتقد أن المسألة يعني شبيهة، يعني عندما رفض المالكي أن يسلم السلطة أو يعني تردد في تسليم السلطة للعبادي، المشهد مختلف تماما الحقيقة بهذا الجانب. اليوم التيار الصدري لديه موقف واضح، أما أن نذهب إلى حكومة أغلبية سياسية أو الحكومة التوافقية بالنسبة له مرفوضة. الإطار التنسيقي يسعى لأنه يكون توافق، والمشكلة في الأول والأخير هي يعني تكالب على تقاسم المغانم ليس إلا يعني. طيب، في الوقت الذي يرى فيه مقتدى الصدر بحسب ما نقل عنه أن الكاظمي مرشح مقبول لرئاسة الحكومة، فإن الإطار التنسيقي يسير في إجراءات الاعتراض على نتائج الجلسة الأولى. باعتقادك، هل سيمرر الصدر رئاسة الكاظمي كما مرر رئاسة الحلبوسي؟ يعني هذا ما لا يمكن الجزم فيه، أن يمرر الصدر مجددا للكاظمي أو لا يمرر. هذا موضوع له علاقة بالتوافقات ليس الداخلية فقط، بل بالتوافقات الإقليمية والدولية بهذا الشأن. يعني شخصية رئيس الوزراء بالتأكيد يجب أن تحظى بتوافق إقليمي مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو الطرف الرئيسي في الإقليم هو الإيراني اليوم، وهو لاعب رئيسي في العراق، يستطيع أن يعني يملي بعضا من الإرادة في الجانب، ويصارع الأمريكي بهذا الاتجاه. يعني هناك صراع واضح في آخر انتخابات بين الطرفين على هذا الموضوع. لن يسلم الإيراني لأي شخصية يعني دون التوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، وسط كل هذه التجاذبات والصراعات، هل استطاعت إيران لملمت شمل ما يسمى البيت الشيعي برأيك في ظل الوفود والوساطات الجارية؟ أنا أعتقد أنه الإيرانيين يعني لهم تجربة مع الإطار التنسيقي سيئة. يعني الإطار التنسيقي فشل في أن يحقق أي شيء، خاصة بعد المظاهرات العارمة في الوسط وجنوب العراق اللي أطاحت يعني هددت كل النفوذ السياسي الإيراني وهددت كل النفوذ لحلفاء إيران في العراق. واليوم الإيرانيين يمكن راغبين في أن يدفع هؤلاء ثمن فشلهم السياسي، وأن يراهنوا على طرف ذو فعالية كالتيار الصدري يمتلك شارع ويمتلك قدرات، لأنه هو التيار الصدري في الأول والأخير لن يخرج كثيرا عن الإرادة الإيرانية، وبالتالي هم أن يجدوا تيارا قويا شعبيا أفضل من أن يجدوا يعني جهات متهمة بالفساد وجهات متهمة بالقتل وجهات متهمة بالتبديد البلد وعليها خلاف كبير.
الكاتب والباحث السياسي حسين العليان، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.